نختم هذه الجولة بصحيفة هلالنا. الهلال يواجه والنباوي إعداديا، إذ خاض فريق الكرة بنادي الهلال مباراة إعدادية صباح اليوم الاثنين أمام فريق والنباوي، وذلك في إطار تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن الفريق يفقد عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين للمشاركة مع المنتخب الوطني، يعني نأخذ نهاية هذا الخبر وأن لاعبين أساسيين كثر مع المنتخب. هذه المباراة الإعدادية كيف ستنعكس للهلال دون مشاركة اللاعبين الدوليين؟ والله أفتكر أن الهلال بيحتاج لكثير من الإعداد، وأيما مجموعة هي بتمثل الهلال يمكن أن تنسجم، يعني بعيدا عن الدوليين أو اللاعب اللاعبين غير أو بعيدا عن اللاعبين الأساسيين، ولذلك التجارب الإعدادية مهمة. لكن إحنا برضو إحنا ما دارين إعداد بدون نتائج. يعني احنا برضو الان الهلال بنسمع برضو جعجعه كثيره جدا ولا نرى طحينا، يعني نتائج الهلال نعتقد انها هي مخيبه جدا للامال. نحن يعني دم الفريق اصلا نحن يعني تابعناه عشان يحقق لنا نتائج ومكاسب محليه، لكن هو الحال العام يا سعودي، الحال العام الذي يضرب جميع قطاعات المجتمع السوداني. وقتي معك انتهى. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد عبد القادر، اشكرك جزيلا. شكرا سعودي، كثر خيرك. شكرا لك. شكرا لك، وشكري موصول لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقه. الى اللقاء.